كابتن مصطفى، قصه الاعتزال. قصه الاعتزال بعد البطوله ديت كان عندنا ماتش اللي مصطفى عبده جاب فيه جونين. نعم. انت عارف اللي كان بيتقلش، كان لازم ياخد يتاخد في الاوضه قبل ما الاسماء تتحط، وخاصه اللعيبه الكبار مننا يعني. فلقيت الكابتن جوهري وزيزو بعت لي مصطفى تعالى. قلت بس فيها حاجه يعني. كان عندي كام سنه؟ 29 سنه. صغيرين بس ساعتها، كان 29 30 ده كبير قوي في السن. طبعا مفهوم كان صعب. قالوا لي انت مش هتلعب بكره. قلت له انا بطلت. قال لي ايه؟ قلت له انا بطلت. ياه. ساعتها كده على طول. انا كنت كابتن فرقه ساعتها، انت عارف، فاكر يعني. قال لي مصطفى انت اتجننت. قلت له ما اتجننتش. وكانت علاقتك بالكابتن جوهري قويه جدا. انا مخلص الماتش النهارده، بكره الصبح اروح اتغدى معاه، نتفرج على الماتش سلو موشن لمده 3 4 ساعات. الله يرحمه. الراجل ده اتعلمت منه كتير. ويكتب الارقام، يعني فاكر انت الفيديو بتاع زمان دوت؟ يكتب الارقام، الرقم كذا، كره كذا، الخطيب او مصطفى عبده ومصطفى يونس او زيزو او 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 او. فكان بالنسبه لي، وانا اللي ساعتها اللي انا كنت جايبه النادي الاهلي. انت اللي انت اللي كابتن صالح، كابتن صالح ساعتها مصطفى عزيز مدرب. قلت له كابتن انا بروح السعوديه نادي الاتحاد جده، بتمرن مع كابتن جوهر ومستر كرامر. كرامر الثاني. قال لي ايه؟ قلت له يا كابتن لازم تجيب الكابتن جوهري. وانا اللي كنت جايبه. فقلت له بص يا ابو الكباتن انا بطلت، لكن انا معاك بكره زي ما انت عايز. روحت بدموع يا احمد يا شوبير. وما رجعتش. وما رجعتش، قعدت شهر دموعي دي بس باكل بشرب بعمل. المهم جه دينو ريفي لو تفتكر بعد الكابتن الجوهري. طبعا. فاتفرج على ماتشاتنا. فقال لهم فين ده؟ نمر خمسه ده فين؟ قالوا له بطل. هو عنده كام سنة؟ قالوا 29 سنة. قالوا ده مجنون، هاتوه. لقيت سمير عدلي بيكلمني. درش يا عدلي، قال لي دون ريفي عايزك. عايزني ليه؟ قال لي عشان ترجع تتلعب تاني. قلت له مش هلعب تاني. ما رضيتش. مصطفى أي حد يتمنى. أي حد، نادي الأهلي، كابتن النادي الأهلي. طبعا. قلت له يا سمير مش هلعب. خلاص قول له متشكر جدا، أنا خلاص خدت القرار، وكنت بقى همسك فرقة وكده وبتاع. فاتقابلنا في ماتش، كنت تحت في الأوضة في الاستاد. فقال له مصطفى يونس اهو. بص لي كده احمد من فوق لتحت. قال لي انت اكيد مجنون. بقى السمارت بقى والبتاع كان جميل دوري. لا على انا كمان بقى رفيع مش تخين. لا هو مدرب جميل كبير. لانه فرق معايا. قال لي انت اكيد مجنون. انت كده بالشكل ده والجسم ده واللعب ده بطل 29 سنه. قلت له وما رضيتش ترجع. ما رضيتش. ليه ما رضيتش يا احمد؟ انا عشت اسوأ شهر او شهر وشويه في حياتي الشهر ده، من ساعه ما امي ما ولدتني. يمكن انا مريت بظروف صعبه كتير جدا. لكن الفتره دي، وبعدين كان نكد ابويا وامي واخواتي واولادي والعيله كلها. طبعا والعيله كلها. لما قلت لا، عشان انا مش عايز ارجع اعيش الفتره دي تاني. ما عايشهاش مرتين. فعشان كده انا قلت لا. وانا من عيوبي، ما اعرفش عيب ولا ميزه، لما بقول حاجه ما برجعش فيها. لما بقول كذا بيبقى كذا. ما اعرفش. احيانا بتبقى ميزه واحيانا بتبقى عيب. انا بعتبرها عيب فيا. انا بقول لك احيانا بتبقى ميزه في مواقف، بتبقى ميزه في مواقف، بتبقى عيب. لان يعني جل من لا يخطئ. يعني ممكن واحد يعمل تقدير خاطئ، ومش عيب ان الواحد يتراجع فيه. ممكن واحد ياخد قرار بيكون القرار صحيح. لما تعاند على نفسك، تعاند على مستقبلك، يبقى ده جنان. لكن انا دي بالنسبه لي كانت من اساسيات حياتي. ان انا اقول لا. قبليها بقى جالي مصطفى عبده. مصطفى اياد مالك؟ قال لي زيزو كابتن جوهري بيقولوا لي بطل. قلت له انت عايز تبطل؟ قال لي لا. قلت له خلاص يلا انزل الملعب. رحت داخل فتح الاوضه، خبط وداخل كابتن جوهري وزيزو. كابتن جوهري مصطفى عبده مش هيبطل. اللي انت حضرتك تعمله ما تلعبوش، لكن مصطفى عبده في الملعب. سلام عليكم. رحت قافل الباب وخارج. مصطفى عبده بطل بعديها بقى كام سنه؟ اربع سنين. اربع خمس سنين. عمل احلى سنين عمره. 86 احلى سنين عمره بطوله الافريقيه، والسنه اللي بعدها كسر الدنيا. مصطفى كسر الدنيا.